طيب بالتاكيد ده منتخبنا بيستعد لمباراه بوتسوانا، هي جوله ختاميه بالتاكيد وتحصيل حاصل، ولكن المنتخب ممكن يعمل رقم قياسي. انك لما تكسب على الاقل 5 جولات من الـ6 مباريات في التصفيات المؤهله لكاس الامم، ده رقم قياسي ما اتحققش منذ سنوات طويله جدا. توصل ل16 نقطه، ده رقم ما اتحققش قبل كده. عموما كافه التفاصيل والاخبار والمعلومات عشان نعرف منتخبنا بيستعد ازاي لمواجهه الغد، مين ممكن يكون اقرب لمركز حراسه المرمى في ظل غياب محمد الشناوي، كابتن حسام حسن بيفكر ازاي في لقاء بوتسوانا، كل ده بالتاكيد هنعرفه من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في ملعب المباراه اللي هيستضيف لقاء الغد بين مصر وبوتسوانا استاد 30 يونيو. توفيق مساء الفل. مساء الخير زميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل متابعي ومشاهدي قناه النادي في كل مكان. اخر الاخبار عندك وكافه بقى التساؤلات اللي انا وجهتها ليك في البدايه بخصوص منتخبنا، وللكل عايز يطمن على اخر اخبار المنتخب. المنتخب عمل على طول بعد مباراه كاف فيردي او الراس الاخضر يوم الجمعه اللي فاتت، الفريق على طول وصل فجر السبت. المجموعه اللي ما لعبتش المباراه وما شاركتش بشكل اساسي، وكمان المجموعه اللي ما كانتش مسافره، ادت تدريبها هنا على ملعب الدفاع الجوي يوم السبت. بقيه اللاعبين دخلوا في التدريبات بالامس الاحد، والنهارده كمان هيبقى التدريب الختامي زي ما ذكرت، واخر بقى اللمسات الاخيره على خطه المباراه. يمكن على طول سبق تدريب منتخب مصر كان تدريب منتخب بوتسوانا، وكان كمان كان لنا حديث ولقاء مع المدير الفني لمنتخب بوتسوانا اللي اتكلم طبعا عن قيمه منتخب مصر، ووصفه يعني ان هو من واحد من اعرق الفرق في القاره وطبعا متصدر المجموعه، انها مباراه صعبه بالتاكيد حتى لو كابتن حسام حسن اراح بعد الاساسيين، وطبعا تحديدا غياب محمد صلاح عن المباراه، ولكن طبعا يبقى ان كابتن حسام حسن عايز يدي فرص لعدد جدا من اللاعبين الصغيرين، ودوت هيعمل علينا ضغط ان اللعيبه دي كلها هتبقى عايزه تقاتل يعني تحجز مكان اساسي ليها في منتخب كبير زي منتخب مصر. اتكلم قال بالطبع المباراه مهمه لينا في الصعود، قال طبعا هنحاول ان احنا نهاجم منتخب مصر على ارضه، ولكن في نفس الوقت هنامن دفاعيا نظر لخطوره منتخب مصر وكل لاعبيه والنجوم اللي موجودين. بالطبع ان شاء الله مباراه الغد يا محمد هتشهد عوده محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش بعد ما كابتن حسام حسن كان ارحهم من رحله الراس الاخضر، وكمان مروان عطيه لاعب وسط النادي الاهلي هيكون باذن الله موجود في مباراه الغد. يمكن انت سالت عن نقطه حراسه المرمى، الى الان يا محمد طبعا يعني بالطبع لم يتضح الرؤيه، يمكن لسه حالا دلوقتي وانا معاك لحظات ويبتدي المران الاخير للمنتخب، ولكن طبعا يعني كل التكهنات وكل الاخبار اللي طالعه من المعسكر هو اتجاه الجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن للدفع بمحمد عواد في مركز حراسه المرمى، ولكن بالطبع التدريب الاخير النهارده هنشوف لسه الامور هتبقى ازاي، وكمان بكره رؤيه كابتن حسام حسن اكيد هتتضح في ال11 لعيب اللي هيبتدوا، ولكن كل الاجواء والامور هنا مطمئنه للغايه، وزي ما انت قلت يا محمد هي مباراه تحصيليه، انت خلاص وصلت وفي المركز الاول، ولكن تبقى فرصه بقى انك تعمل ارقام قياسيه في عدد النقاط، عدد الفوز في المباريات، وكمان فرصه انك تدي عدد كبير جدا من اللاعبين الفرصه زي ما اداها الجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن امام الراس الاخضر. ان شاء الله بكره كمان نشوف نجوم جديده لمنتخبنا، وان شاء الله يكون اعداد قوي جدا لما هو قدم المواعيد، وخاصه كاس الامم الافريقيه بالمغرب 2025 ان شاء الله رب العالمين. يمكن توفيق من الامور اللي لافته للنظر النهارده ان الجهاز الفني فضل ما يكونش فيه مؤتمر صحفي قبل المباراة، وهو حتى مش ملزم بالنسبة لجهاز المنتخب نتيجة ان اللوائح بتقول ان المؤتمر الصحفي يكون عقب المباراة مباشرة. هل الكابتن حسام يمكن المرة دي فضل ان يكون التركيز اكتر على المباراة، مش محتاج يتكلم كتير في اللحظات اللي زي دي؟ هل لا لو عندك تفاصيل او عندك معلومات لفتت انتباهك شوية وانت موجود ما بين جهاز المنتخب واللاعبين حاليا في استاد 30 يونيو؟ كان محمد زي ما قلت لك احنا في انتظار التدريب يبتدي، يمكن المفروض كان التدريب محدد للسادسة وربع، لكن يمكن اللاعبين جوه غرف الملابس دلوقتي بيقضوا صلاة العشاء وعلى طول بعد كده يبتدوا التمرين. يمكن سألنا على موضوع المؤتمر الصحفي، ما فيش حتى للجانبين يا محمد، لا منتخب بوتسوانا عمل مؤتمر صحفي ولا كمان صحيح منتخب مصر، لأنه طبعا مع زملائنا في المركز الإعلامي للمنتخب فقالوا لا يعني الجهاز يمكن قافل، يعني يمكن مدرب بوتسوانا اتكلم معانا زي ما قلت لك قبل التدريب بتاعهم، ولكن منتخب مصر لا الجهاز الفني حد هيتكلم منه ولا اللاعبين. كابتن حسام حسن يمكن مركز شوية، أنت عارف إنها مباراة زي ما قلنا تحصل حصل يا محمد، ولكن هو بيدفع بعدد كبير جدا من اللاعبين لاول مره في صفوف المنتخب، عاوز يشوف لعيبه كتير جديده، يمكن قافل شويه لغايه يبقى الصعود، لكن حتى اتكلمنا فقال له ما فيش اي كلام عن اي حاجه في المباراه خاصه يعني في الجانب الاعلامي او للصحافه الا عقب ان شاء الله مباراه بوتسوانا غدا زي ما انت ذكرت في المؤتمر الصحفي عقب المباراه. يمكن اعتقد زي ما انت قلت اللوائح بتدي له اريحيه شويه في انه يعمل او ما يعملش، فهو كابتن حسام حسن والجهاز الفني المنتخب فضلوا ما يعملوش مؤتمر صحفي، يبقى الكلام عقب الصعود خلاص احنا صعدنا، ولكن عقب الصعود وانتهاء مباراه التصفيات بشكل كبير، وباذن الله اهم حاجه زي ما قلنا الاداء الفوز، وباذن الله محمد يكون اعداد للي هو قادم باذن الله، وبطولات مهمه جدا اولها باذن الله رب العالمين كاس الامم الافريقيه 2025 باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر تدريبات منتخبنا على استاد 30 يونيو ادانا كافه التفاصيل المتعلقه بمنتخبنا الوطني وصوره حيه من ملعب المباراه اللي هيستضيف لقاء الغد الساعه 5 بتوقيت القاهره.